دعا وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند الأربعاء إلى حل النزاعات الإقليمية حول بحر الصين الجنوبي والشرقي عبر قواعد التحكيم وليس من خلال قوات كل دولة كطريقة للمساعدة في إنهاء التوترات الكامنة في المنطقة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. نريد أن نرى أن التعامل مع المزاعم يتم عبر حلول تقوم على أساس القواعد وليس القوة في آسيا أو غيرها وبطريقة تتماشى مع السلام والاستقرار القائمين منذ أمد طويل في المنطقة فضلا عن حرية الملاحة والطيران وفقا للقانون الدولي. جاءت تصريحات هاموند خلال كلمة ألقاها أمام مجموعة من الطلاب في جامعة بكين أثناء زيارته إلى الصين ضمن جولة له في شرق آسيا تضمنت أيضا كوريا الجنوبية واليابان. يتمتع النظام القائم على القواعد بمصداقية فقط إذا طبق في كل حالة وليس بصورة انتقائية. أتمنى أن نساعد في النقاش على نحو إيجابي. أعتقد أن هناك أملا لحل هذه النزاعات عبر الحوار السياسي كما قال الزعماء الصينيون أنفسهم إنه يجب أن يكون السبيل للمضي قدما. ونفى هاموند أن بريطانيا تنتهج نهجا ناعما مع الصين وأوضح أن لندن لا تخشى انتقاد بكين في قضايا مثل حقوق الإنسان لكنه يرى أن الطريقة المثلى لإثارة هذه القضايا ليس على الملأ عبر الميكروفون وهو ما لا تقبله بكين. وتطالب الصين بالسيادة على معظم بحر الصين الجنوبي الذي تمر عبره تجارة يبلغ حجمها 5 تريليونات دولار سنويا وتطالب بروناي وماليزيا والفلبين وفيتنام وتايوان أيضا بالسيادة على مناطق بالبحر. محمد الجبالي، رويترز.